بعد إطلاق بطاقات الجيل الجديد من إنفيديا، لم نرى أي سبب منطقي يجعل هذه البطاقات مناسبة للترقية، خاصة لمن حصل على بطاقات الجيل السابق خلال الفترة القريبة، وأيضا عامل السعر المرتفع وكون البطاقات فقط من الفئة العليا حدت بعض المستخدمين من التفكير في الترقية. والآن مع إصدار بطاقة الـ RTX 2060 المتوسطة، أصبح عندنا سبب مقنع جدا للترقية لهذا الجيل الجديد. معكم بندر العلي، وهذه نظرتي على بطاقة الـ RTX 2060 نسخة الـ Founders Edition. خلونا نتكلم أول شيء على المواصفات. إنفيديا ما زالت الكثير من المواصفات مقارنة مع بطاقة الـ 2070، بحيث أن بطاقة الـ 2060 تستخدم نفس نواة التورينج أو التيو 106 أيضا كما هو موجود في بطاقة الـ 2070، ولكن تم تعطيل 6 معالجات في بطاقة الـ 2060، وهذا يعني أن هذه البطاقة اللي هي بطاقة الـ 2060 مماثلة في المواصفات لبطاقة الـ 1070، ولكن مع واجهة ذاكرة بحجم 192 بت وذاكرة بحجم 6 جيجا بايت من نوع GDDR6 السريعة. وهنا يتوجب أنه نطرح سؤال مهم، هل هذه هي البطاقة اللي كلنا في انتظارها ولا لا؟ خلونا نشوف مع بعض. على خلاف بطاقات الفاوندرز اديشن اللي تعودنا عليها، هذه البطاقة ما تجي مكسورة السرعة، وأيضا تتوفر بسعر معقول، ومن ناحية الشكل شكلها جذاب وجميل، وأبعادها أيضا مناسبة جدا لتركيب هذه البطاقة مع أي كيس، كون هذه البطاقة بطول 23 سنتيمتر. ويتوفر على الجانب المقبس الخاص فيها ذو 8 أبر لإعطاء إمكانية ترتيب أكبر للكيابل، وعشان تظهر البطاقة بشكل أجمل داخل الكيس. وكما في بطاقة الـ 2070 لا يتم دعم تقنية الـ SLI أو تعدد البطاقات. بوجهة نظري أشوف أنها راح تكون مناسبة جدا لمن يرغب في ترقية شاشته من 1080p إلى 1440p. تقدم بطاقة الـ 2060 نظام تبريد مزدوج يعمل على تبريد البطاقة بشكل جيد وفعال، مع هيكل مصنوع من الألمنيوم بالكامل، ولوح معدني أيضا مصنوع من الألمنيوم يغطي البطاقة بالكامل، وأيضا يوفر دعم وتشتيت أفضل للحرارة. كذلك تقدم البطاقة جملة من المنافذ في الخلف بعدد منفذين ديسبلاي بورت، ومنفذ HDMI بحجم كامل، ومنفذ DVI، ومنفذ USB-C من أجل توصيل منصة الـ VR. مع بطاقات التورينج تتوفر مجموعة من التقنيات الجديدة، زي تقنية تتبع الضوء أو الري تريسنج اللي تكلمنا عنها سابقا، وتقنية الأنسل التي تمكنك من التقاط صورة من داخل اللعبة عالية الجودة، وتقدر تشوفها بنظام الـ VR أو بنظام 360 درجة، بالإضافة إلى توافر تقنية الـ DLSS للتعلم العميق والذكي اللي تحسن من أداء اللعبة، لتساعد على تحقيق معدل إطارات سلس على إعدادات عالية، مع عدد إطارات أعلى على دقتي الـ 1080 والـ 1440p. وكذلك تقنية الأدابتيف سينك أو عرض عدد الإطارات المتغير، التي تخدم في توحيد عدد الإطارات المعروض ما بين البطاقة والشاشة، عشان تقدم لك تجربة عرض ممتعة جدا وخالية من التكسر. ومع هذه التقنيات اللي تكلمنا عنها في بطاقة الـ RTX زي الـ DLSS والري تريسنج، هذه راح تخلي بطاقة الـ RTX خيار ممتاز جدا، خاصة مع بطاقة الـ 2060. ومع كل المميزات اللي ذكرناها، لازم انه نذكر المبادرة اللي قدمتها انفيديا لدعم الشاشات اللي ما فيها تقنية الجي سينك تحت مسمى جي سينك كومباتبل بروجرام، وهي مبادرة من انفيديا للعمل مع مصنعين الشاشات اللي ما فيها تقنية الجي سينك، عشان يختبرون شاشاتهم ويعطوا تكون موثقة للعمل مع تقنية الجي سينك او من خلال تقنية الادابتيف سينك، عشان تتفعل مباشرة. والشاشات اللي ما هي معتمدة أيضا إذا كانت تحمل تقنية الفريسينك، تقدر أنت تفعل هذه الميزة من خلال لوحة تحكم الانفيديا، لأنها راح تكون معطلة. وشاشات الجي سينك من بعد البرنامج هذا مع بطاقات الـ RTX راح تصنف كجي سينك ألتيميت، وبكذا تكون أنت حصلت على ميزة ما كانت متوفرة إلا فقط في شاشات الجي سينك مع بطاقات الـ RTX. وللناس اللي يطلعون لايف ستريم، ايضا بطاقات الـ RTX مع الانكودر الجديد اللي موجود به وبالتعاون مع OBS
صار عندك الآن إمكانية أنك تبث بجودة أعلى وبفعالية أكبر من خلال استخدام جهاز واحد بدل من استخدام جهازين، لأنه إحنا عارفين إذا كنت تبغى تسوي لايف ستريم قوي بدقة 4K أو بإنتاج عالي أو بمواصفات عالية كان لازم تحتاج جهازين أو جهاز قوي جدا، ولكن مع بطاقات الـ RTX والـ RTX Encoder وبالتعاون مع OBS في التحديث القادم لبرنامج الـ OBS Studio راح تحصل على أداء أعلى بجهاز واحد وباستخدام بطاقة الـ RTX 2060 أو البطاقات الأعلى. وأخيراً، إذا اشتريت أحد بطاقات الـ RTX اللي موجودة من الـ 2080 إلى الـ 2060 أو أي لابتوب يحمل بطاقات الـ RTX راح تحصل على لعبتين، لعبة الـ Battlefield 5 واللعبة اللي كلنا منتظرينها، لعبة أنثم الجديدة. ونجي الآن للجزء الأهم، وهو اختبار بطاقة الـ RTX 2060. وبالنسبة للسعر، البطاقة الرسمي هو 1450 ريال في السعودية و 1440 درهم في الإمارات العربية المتحدة. كذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكون نالت على استحسانكم، وأيضا حاب أعرف منكم إيش رأيكم بهذه البطاقة وهل تفكرون في الترقية ولا لا. شاركونا أسفل هذا الفيديو، كما هي العادة لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا، واللايك والشير والذي منه. كان معكم أخوكم بندر، السلام عليكم.